إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة، المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. تهريب مصر، بسم الله بسم الله، بتفتح مصر، بسم الله بسم الله. مرحب بحضراتكم مرة أخرى. مئات الآلاف وممكن يكون نوصل للملايين من العاملين المصريين في انتظار مصير مجهول في دولة بتهدد وجودها ميليشيات مسلحة بترفع شعارات إسلامية مزعومة زي داعش، أنصار الشريعة، فجر ليبيا وغيرها. طبعا كمان لو اتكلمنا عن حدودنا الغربية في العديد من الأسر المصرية اللي مش عارفين مصيرهم بعد ذبح داعش ل21 مصري، وطبعا رد قواتنا المسلحة بالثأر من خلال الهجمات الجوية الأخيرة. الحقيقة الدولة أو دولتنا بتحذر بشكل كبير من السفر لليبيا، وأيضا الميليشيات بتطالب المصريين بإجلاء المصريين هناك في خلال 48 ساعة. الحقيقة أوضاع العمالة المصرية في ليبيا أوضاع يعني فيها مشاكل من العديد من السنوات، لأكثر من 3 عقود على ما أعتقد. يعني جذورها كانت بعد توقيع مصر وليبيا من ربع قرن تقريبا اتفاقية بشأن التنقل والإقامة والعمل. نصت بنود هذه الاتفاقية على حق التنقل والإقامة والعمل بين الدولتين لجميع المواطنين بدون أي تأشيرة وباستخدام فقط البطاقة أو اللي هي بطاقة الهوية. ونص البند 7 فيها أن مدتها 5 سنين تجدد من تلقاء نفسها، بدل ما فيش أي طرف من الأطراف أخطر التاني أن احنا هنلغي هذه الاتفاقية. بالتأكيد مشهد معقد. في وزارة القوى العاملة للأسف لا تملك أي إحصائيات رسمية بأعداد العاملين حاليا في ليبيا، لكن المتداول أن عددهم لا يقل عن 1.5 مليون عامل. الأهالي بيستغيثوا بالدولة وخايفين أن هم يكون مصيرهم مصير ال21 اللي احنا شفناهم. وأيضا كمان في بعض الأخبار توترت أن في 21 صياد تم خطفهم في مصراتة. النهاردة العديد من الأسئلة هنحاول الإجابة عليها، زي لسه في ناس ليه عايزة تسافر ليبيا، ليه لا يستجيب العمال هناك لنداءات دولتنا بأن احنا يلا ارجعوا لأراضيكم، هناك الدنيا مش أمان، ليه بتسافر العمالة المصرية ليبيا لغاية دلوقتي. كلها أسئلة تحتاج العديد من الإجابات هنحاول حصول عليها من ضيفنا الكريم الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر. أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا بك. الحقيقة مشهد معقد جدا طبعا، وكلنا حاسين بخوف شديد على العمالة المصرية. أول تساؤل، وده كان من ضمن المعلومات اللي أنا قلتها، إن وزارة القوى العاملة ما عندهاش رقم محدد لعدد العاملين، هل في رقم تقريبي لعدد العاملين المصريين هناك؟ لا يعلم أحد في الدولة المصرية عدد العمالة اللي موجودة في ليبيا دلوقتي، لأن زي ما حضرتك قلتي
ان المساله كانت لا والحدود كمان مفتوحه. يعني في فتره من الفترات ما كانش في حدود اصلا، فاللي عايز رايح رايح، فما فيش اعداد. الدوله تحكمها ازاي او تعرف الاعداد ازاي؟ بالطبع ما فيش اعداد، لكن الاعداد المعلومه لدينا ان اللي رجعوا خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا كان عددهم حوالي 74,000 واحد، ودول اللي مالوا استمارات ان هم اصيبوا، او يعني ايه دول اللي تعرضوا لبعض الايه اللي فلوسهم اتاخدت او ليهم حقوق هناك في ليبيا ووقعوا استمارات بحقوقهم اللي موجوده في ليبيا، دول حوالي 74,000 واحد. بس احنا بنتكلم في 74,000 واحد من تقريبا يعني يعني ما يقال ان هو 1.5 مليون تقريبا، يعني طبقا للاحصاءات الاعلاميه هو حوالي 1.5 مليون تقريبا في ليبيا. طب وحضرتك تتوقع بقى غير الاحصاءات الاعلاميه، لكن احنا بنتكلم بقى عن نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ممكن يكون تخيل حضرتك للرقم التقريبي كام؟ يعني هم اعتقد مليون و200,000 يعني برضو يعني. يعني رقم ضخم كده يعني للاسف يعني. طيب احنا ايه اوضاعهم حاليا، او ايه اوضاع المصريين او نعرفهم خاصه بعد الضربه الجويه الاخيره؟ بالطبع الاوضاع سيئه جدا. بالطبع احنا يعني احنا شايفين ان الحاله لا تبشر باستمرار وجودهم هناك، عشان كده احنا بالنادي دايما وبنقول لهم لازم ترجعوا. احنا عارفين الحدوته، عارفين الحدوته اللي هي ايه. الهدف هو ترويع المصريين وعودتهم مره واحده عشان يربكوا المشهد الاقتصادي والسياسي في مصر. هو داعش بتفكر ازاي؟ هو المطلوب خلال الفتره الجايه افساد الانتخابات البرلمانيه وافساد المؤتمر الاقتصادي. طيب في اطار ده نعمل ايه؟ احنا نضغط على المصريين ونخوفهم اللي موجودين في ليبيا، دول عددهم الناس بتقول مليون و1.5 مليون، احنا نخوفهم لو رجعوا في لحظه واحده المليون و1.5 مليون دول هيربكوا المشهد في مصر، لانه هيبقى اداه ضغط. مليون ونص فجاه بدون عمل، مليون ونص غاضبين من اللي حصل لهم في ليبيا، قد يروا ان الحكومه المصريه لما راحت ضربت او احنا يعني ذبحنا 21 الحكومه المصريه هتتحرك، وبالتالي هو بالتاكيد الغرض ان هو ارجاع المصريين، وفي نفس الوقت برضه نجر مصر للحرب بشكل من الاشكال يعني. المشهد ما مليون ونص لما يضغطوا في لحظه واحده ده برضو ارباك طبعاً للمشهد. طيب اهم نقطه احنا بنتكلم عليها مصراته ودرنا اللي هي اكثر النقاط او اكثر المدن والاماكن خطر، هل هناك في مصريين ولا ما فيش معلومات؟ لا هو حسب معلوماتنا ان في مصريين قليلين جدا. يعني مش كتار اللي موجودين في المنطقة الساخنة دي، هو معظم المصريين موجودين بعيد. عشان كده احنا النهاردة طبقا للإحصائيات حتى اللي رجعوا من ليبيا النهاردة رجعوا أعداد اللي هي الأعداد الطبيعية اللي بتروح وترجع كل يوم، يعني النهاردة رجع 200-250 واحد، مش الكم اللي احنا كنا متخيلين ان هو هيرجع من ليبيا. بالظبط يبقى في زحف، في اعداد يعني كتير او الكلام ده كله. لا مفيش اعداد جت. طب السبب ده تمسك العماله المصريه بالعمل هناك يعني سعيا وراء لقمه العيش، ولا ان هم موجودين في اماكن اكثر امنا زي ما هم دايما بيقولوا؟ لا احنا موجودين في اماكن وجود الحكومه او في طبرق، في يعني المدن الاكثر امانا بعيدا عن هذه. خلينا نقول ان السبب الرئيسي لذهابهم هو لقمه العيش، ما اختلفناش على ده، وبالتالي يبقى الهدف الرئيسي من وجودهم هناك هو لقمه العيش. احنا عندنا البطاله ما يعني عندنا نسبه بطاله أيوة عاليه، بس لقمه العيش مقابل الحياه محسن ما يعني. طب النهار هيقعد هنا يعمل ايه؟ ما هو النهارده هو يعني لما صرخنا المره اللي فاتت جم مجموعه بس في اكترهم رجع تاني. ده واحد بيبقى يعني اتخطف، يعني جرب بالفعل اتخطف وكان بين الحياه والموت وسابوه ورجع جه مصر، وبعد ما جه قعد شويه رجع تاني. واحد بيختار طريق الموت بنفسه، طب ايه الحل معاه؟ طيب برضه سؤال مهم جدا بيطرح نفسه، هل هناك تواصل ما بين اتحاد عمال مصر واتحاد العمال الليبي بخصوص العماله المصريه هناك؟ بالطبع في تواصل، لكن انا عايز اقول لك على حاجه. دوله ليبيا الان بلا دوله، بلا مؤسسات، بلا اي حاجه، بيحكمها بعض الميليشيات اللي موجوده هناك فقط، ميليشيات فقط، وبالتالي الدوله غير موجوده. خلينا بنتواصل مع اتحاد العمال، بيقولوا حاضر وهنتواصل. اتحاد العمال لما بنتواصل مع هناك بيتواصل مع مين؟ مع العشائر، عشان العشائر هي اللي ليها الكلمه العليا هناك، وهي اللي بتقدر تخرج او تتدخل عشان افراج عن واحد او بتاع، لكن ما فيش دوله هناك تقدر تتدخل عشان افراج عشان مجموعه من العمال او اي حاجه. لا، العشائر هي اللي بتتدخل هناك.
هي المتحكمة في المشهد. هي المتحكمة في المشهد من هنا. طب حضرتك ترى ازاي ان احنا ممكن نحاول اجلاء هؤلاء العمال ان هم يرجعوا بلادهم او يرجعوا مصر امنين، وهل يكون الطريق ان هو الرجوع كلهم يعني عن طريق الحدود، ولا ممكن اجلاءهم بقى عن طريق الدول المجاورة ان هم يطلعوا على الجزائر يطلعوا على تونس وهكذا يعني؟ يعني هو بالتعاون مع الدول. هو الاول لابد ان يكون العامل لديه رغبة في العودة. دي رقم واحد في الامر. لو لديه الرغبة احنا نقدر نساعده، او الدولة المصرية تقدر تساعده، سواء خرج عن طريق الجزائر كان مكانه اقرب للجزائر. وعلى فكرة الجزائر اعلنت منذ الصباح انها على استعداد لاستقبال كل العمالة المصرية التي تريد طب والتساؤل هنا وتونس؟ نعم وتونس. طيب. لكن اللي أبدى وأعلن ده من الصباح الباكر دولة الجزائر. أنا عايز أقول لحضرتك معلومة، احنا اجتمعنا النهاردة كمجلس إدارة اتحاد العمال مع وزيرة القوى العاملة عشان خاطر نشوف الناس دي هنعمل معها ايه. هو ده الهدف. يعني النهاردة أنا لو جاي لي 100,000 هعمل فيهم ايه؟ أنا عندي 70,000 اوريدي جاهزين أو 74,000. طب ولو جاي لي الصبح 100,000 هعمل فيهم ايه؟ هو ده كان هدفنا من الصبح. وزيرة القوى العاملة أجرت اتصالات بمجموعة من رجال الأعمال المصريين الوطنيين وبالفعل أبدوا استعدادهم لامتصاص هذه العمالة كلها، لأن استيعاب جزء كبير من العمالة. في بعض رجال الأعمال من الصبح اللي قال هاخد 10,000، واللي قال أنا مستعد أخد 5,000، واللي مستعد أخد 3,000. بالفعل رجال أعمال وطنيين أعلنوا النهاردة للصبح لوزيرة القوى العاملة والتزموا ان اي عدد هيجي هم على استعداد ان هم كلهم يتكاتفوا بحيث ان هم يعني يستوعبوا جزء كبير من العبادة. بالتأكيد اللي حضرتك بتقوله مهم جدا، ولقمة العيش مهمة جدا، لكن الاهم بالتأكيد في هذه اللحظة يعني ان يكون هذا الاجتماع. انا كنت اعتقد ان هيكون هذا الاجتماع حول كيفية ارجاع او اقناع حتى العمالة هناك بضرورة المغادرة والجلاء عن هذا البلد، لانهم بيدفعوا حياتهم تمن لقمة العيش. بنتقدم باستغاثات، بنقول للليبيين اللي احنا لينا علاقات بيهم اقنعوهم يرجعوا. نعمل ايه يعني؟ احنا من خلال كل الاطراف بنشجعهم على عملية الرجوع. هنرجعكم. هل تعتقد بعد الفيديو الاخير ومشاهدتهم بقى رؤى العين لذبح 21 مصري، هل تعتقد ان هذا الفيديو لن يكون دافع لهم او يحسسهم بفعلا بالخطر الحقيقي للرجوع لبلدهم؟ احنا نتمنى. دي امنيات، خاصة وان المشاهدات النهاردة الصبح بتقول ان العدد اللي رجعوا من ليبيا 250 واحد فقط. بالظبط. وده للأسف المعدل الطبيعي واليومي اللي بيحصل. عشان كده نحن نتمنى ان العمالة المصرية الموجودة في ليبيا خاصة ترجع فورا، خاصة يعني ان معظم العمالة او اكتر من 90% من العمالة اللي موجودة هناك هي كلها عمالة خاصة يعني بالمقاولات. بالظبط. اذا كانت الدولة مقبلة على وحدة سكنية، انشاء مليون وحدة سكنية، فده مشروعات هتفتح خلال الفترة اللي جاية. اذا كان الدولة مقبلة على مش عارف كم مليون متر طرق، فده برضو مشروعات هتبقى يعني في مشروعات هتفتح خلال الفترة الجاية او يتم افتتاحها او العمل فيها خلال الفترة الجاية. اظن دي هتفتح في العديد من المشروعات، وكلها مشروعات يعني في نفس مجال العمالة العاملة هناك. يعني ممكن يلاقوا في بلدهم. احنا بنطمنهم ان انتوا هتلاقوا. لا ده بالعكس، ده احنا يعني برضو في خطة من النهاردة ان احنا نتواصل مع الدول العربية بحيث ان احنا نفتح اسواق عمل في الدول العربية، عشان خاطر يعني اللي ما نقدرش عليه هنا ممكن يسافر. يعني يبقى في خطة شاملة لاستيعاب هذه العمالة، بس هم يرجعوا يعني يبقى عندهم قناعة ان هم ان في بديل. بالتأكيد مفيش بديل للحياة بالتأكيد. يعني انا بشكر حضرتك طبعا. هي الحياة هي حياة واحدة، مفيش واحد عنده اتنين، هي حياة واحدة، فمفيش بديل للحياة. لكن اكيد العمل ان شاء الله ربنا يفتح علينا ويكرمنا هنلاقي العديد من البدائل. جزيل الشكر الاستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ومرة تانية بنضم صوتنا لصوته لكل العمالة المصرية الموجودة هناك في ليبيا. يا ريت اكيد كلنا يعني الحياة مفيش اغلى منها، واهلكم هنا طبعا محتاجينكم بشكل كبير جدا. لو هم محتاجين لقمة العيش، لكن محتاجين أكتر وجودكم وسطهم. أكيد هترجعوا إن شاء الله، وأكيد هتلاقوا العديد من فرص العمل. لو ما كانش النهاردة هيبقى بكرة، هيبقى بعده، لكن أكيد الحياة ما فيش أغلى منها، الواحد عنده
عمر واحد بس. مرة أخرى جزيل الشكر. شكرا. وكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أشوفكم بكرة إن شاء الله يوم جديد، يا رب يكون يحمل لنا كل خير ويكون علينا يا رب وعلى مصر كله يوم سلام ويوم أمن، وأشوفكم يتجدد اللقاء إن شاء الله غدا مع صباح تريم. إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة.